عمران بيك يسلم ايديك. والله تاخرت كثير بهالسفره يا ست نجوى، شغلتي بالنا هيك استفدنا لك والله. والله وانا بالاكثر. عمران قصده يقول لك انه اشتقنا لك، ما هيك عمران بيك؟ ايه والله. ما سالتني على المكنات. وصلوا؟ على الطريق. وهي العقد. تفضل. خلال اسبوع رح يكونوا المكنات بالورشه. بس مبدئيا لازم نبعت دفعه من المبلغ واللي هي 25%. قبل التسليم؟ هيك القوانين عندهم. ايه؟ طيب كيف بنقدر يعني كيف بدنا نوصل لهم المصاري؟ بنروح على بيروت، هنيك مقر الشركه. نسافر سوا؟ لا أنا ما بقدر لأنه أنا عندي يعني شغلي لفوق راسي. والله يا ريت. أوكي سافر لحالي، بس أي تأخير بالدفع رح يأخر بوصول المكنات ورح يكلفنا مصاريف كتير. واضح. ما قلت لك نجوى قد الثقة؟ والله قد وقدود. شو هالحكي هذا؟ بس كأنه العقد كله بالإنجليزي. ما أي بالإنجليزي لكن بشو بده يكون؟ أي بسيطة، ناخده عن مترجم بيريح لنا راسنا. هذا هو. تفضل. والله يا بنتي مريم دورت كتير بس ما بين معي شيء. القصة صار لها عمر، شو بدي اتذكر لا اتذكر. بس أنا اللي متأكد منه إنه هالعيلة هي هجت من الضيعة تاني يوم الجريمة الصبح. طيب ما تركوا ولا أثر لهم؟ أبدا. بس مبين معي هون إنه في حدا من العيلة إجا من فترة على الضيعة وطلب شهادة ميلاد وأخذها. ممتاز، ما ترك عنوان أو أي شيء لإله؟ لا، بس بتذكر إنه نزلوا على الشام. من بيت مين هن؟ من بيت السياف. كتير منيح، كتر خيرك يا مختار. تكرمي يا بنتي، الله يرحم أبوك. بتعرف؟ منيح اللي راح كامل شوي. حابة أحكي أنا وياك. خير في شيء؟ الفترة اللي كنت بعيدة فيها عنك كنت عم حس بمشاعر كتير حقيقية وصادقة. ايه لمين؟ كمان عمران، اكيد لإلك. عم حس بتخبط بين رغبتي انه بدي اشوفك وبين ظرفك الاجتماعي. شايفتك سكتت. والله لو كان ظرفي غير هذا الظرف اللي انا فيه، هذا الكراكيب فوق راسي، يعني كانت علاقتي فيكي رح تكون غير شكل. صدقيني ما بتعرف الدنيا. شلون يعني؟ يعني اللي جواتي قدراني اتجاوز كل هاي الظروف.